الله يبارك فيك. لا كاين شي اتاي، كاين شي مسمنات، كاين شي دابا واش دارنا ولا داركم دابا؟ الله يحفظك، شكرا. بعدا في البدايه اللي كان كيدير كمال في الاول وعلى الدين واشي صاحبنا، ابخي انا جيت من بعده درتو. كمال ما غاديش يرجع، كمال عيا من سامعيني الوغ جاوا دوت بروبوزيسيون مشى ليهم وما غاديش يرجع. بلا ما تقعد تسناو كمال، بلا ما تقعد تسناو، هي باقا ما معولاش تسامح ليه. ما غتسامح ليش حتى المغاربه يسامحوا لهاد المسلسل كاملين. قريب قريب يسالي، قريب صافي تقريبا جو بونس بقى دابا غير يساليو هذا الجزء هذا، غيبدا سيزون اخر وصافي جو بونس هو الاخر. الله يجعل البركه. انا بعدا نهضر لك على الكواليس ديال الشغل في عمليه الدبلجه، الموت ديال الضحك. شي كون زعما يديروا لنا شي كاميرا ياك جو برون وحنا ما نحسوش، يعني نكونوا خدامين، غتكون مخيره الا دوزوها في رمضان. الموت ديال الضحك علاش؟ حيت دابا حنا كيف ما كتعرفي في الدبلجه كنستعملوا فقط الصوت ديالنا باش نوصلوا الحاله، عندنا الصوت فقط. الوغ هذه القضيه صعيبه بزاف. الوغ هنايا شنو كنضطروا اننا نديروا الحركات. اجي انت واسمع اش كنقول لك. ولا كيدير يا حبيبه لاباس عليك، سمحي لي فهمتي، كنبداو نديروا شي حركات. راه الموت ديال الضحك، راه بعد المهندس ديال الصوت كيشوفنا كيفاش كيقول لي ماك اخويا زكريا واش حماقيتي بشويه عليك. نقول له لا، الحاله خاصها تخرج هذه. انا بالنسبه للدبلجه بديتها في 2010 بمسلسل ديابلو، هذيك اول شخصيه اللي درت هي ديابلو. بالنسبه للاجواء ديال التسجيل في عمليه يعني الدبلجه عاديه جدا، يعني عندك استوديو، ميكرو، كاسك قدامك، واحد ال سي دي كتفرج فيها، كتشوف مثلا هذيك المشهد واللو جو ديال الممثل اللي غدير ليه الدبلجه كيفاش كيلعب، وعندك لو تيكست حداك هنايا مثلا الا قال لها بسبانيولا اولا كي طال كي دايره لاباس، الوغ كتشوف الطريقه كيفاش لعبها وكتلعبها حتى نتايا. فوالا خصو يكون الحب ديال الميدان اللي كيخلينا اننا نصبروا على بزاف ديال الاكراهات وبزاف ديال الصعوبات. مي بون الحمد لله، الحمد لله ملي كنشوفوا ان يعني الجمهور راضي على المنتوجات اللي كنقدموا، هذاك هو الربح. المهم دابا انا باش ما نتلفكمش، انا عندي يعني كات بروفيل، عندي ممثل، عندي منشط صحفي، معلق صوتي ومدبلج. كممثل ان شاء الله قريب غادي نبداو التصوير الجزء الثاني ديال مسلسل ارضات الوالده. بالنسبه كمنشط صحفي كاين مجموعه ديال البرامج ان شاء الله اللي بين قوسين باقيين في البريباراسيون اللي نقدر نقدمهم. كمعلق صوتي ايضا كاين مجموعه من البرامج ان شاء الله جديده غتبدا، غادي نكتب الكومونتير ديالهم ونعلق عليهم. بالنسبه للدبلجه حاليا حنا مشتغلين على مسلسل شمال جنوب اللي كيدوز في دوزام، وقريب نكملوه دابا، وان شاء الله كنتسناو مسلسلات جديده اخرى ان شاء الله. تحيه خاصه لجمهور هذا الموقع الجميل ان شاء الله اللي كنتمنى ليه الازدهار ديال الدار. بقاو متبعينه ان شاء الله ما غادي تلقاو فيه داكشي اللي كيعجبكم باذن الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.